بريفان حموش هنا المعلم شوكا بداري وقت أقدام كم جبينا عشانتي الجديغرام ما دخص هناك أن تسبيك دا تأسيسي بي أرينا منطقة إيما كم جبينا إيما هناك وقت الشيخ مقصود أما كرو شنبي بحد كوم ببن بيتير نيرين ينخوا مجال ينخوا إيش ينخوا حرتش ينخوا بحد رغم بحد بكل هناك أصلا روشو بيرتي دلام ملاتا هناك يعني كسي مو روشو بير كردي مو روشو بير جاي حمو بارتي يعني شحمو ملاتا شحمو فوق من حر كسي لهبدا يعني بجفن وبيتر نيرين ماكو أم وقت بين نقاش حوارك أو تشتي نشتي إيش هب ميزك بي أص وقت بين أرمان جماعي كمي دبي روشان تبا وقت كرد دبي تشتيكو هذه سنة وقت إيش يعني بين تسبيك إذا بدك قريت لسر عفريني وشمال شرقي سوريا لشرقي فراتي تدي هنا بيتر ملت دايشان دا وقت ملت عم بيبن ملتي ما دايشان دا بخوز ذاتا يعني نيزي هذا ام دخازن دوي اصلي دا يعني وقت ملت عم بيبن ذاتا بو شهيد قد كافي وقت يكون عم دارن مراسم شهيدا يعني تدي الشهيد جاج حرب كسي انسان قندكار انسان سياسة مدار انسان بيرو سيفيل انسان ضايكن كالن زاروكن دبي حالة وقت أم دبينن يعني بالغ وبدأ ده إيش عنده هر كاس لها بدأ كون دبي يعني وقت أم دبين حالة مواساة يعني كده دبي دبي ده مدة دبيني وقت ملاتي ما يكتي ذاتا نزيد بين زيادة ترى يكتي يكبون زي بيترا يعني قبل تشتري بي أم دبينن مخابا يعني هناك تقالي سياسة مدار ده إنساني كو كارين سياسي ده كان إنساني كو جريداي بارتي أنا عم دبينا تاني أول لآلي كدبينا يعني دبي شغل كدبي كان صار ده مادي أو إنسان دالي كدبينا لي أما باندور يوان بشكل سلبي بيتر وكان بين قضية ما كنت دكيل ولاد دكيل يعني بإيش ما كنت دكيل يعني إنساني وقت أم بين بونا بار لما كردان ام دو خازن ام هناك في انسان يعني سياسة يشتنا اصلاك زنابوني يعني اصلاك زنابوني وان بلندن لي اما ام دو خازن هناك انسان ما بيتر كسر لو شبير جريدا يخاب بمجار يخاب كان ب او يقارمان جخوا ايا كمي كو ام وك كرد لسر عارتي ولاتي خبر أم وكل بهفرة يبقى يعني أرمان جماعي كمين أبدا يعني حار كسك ديجيني أصاكي روشان بيري بالنافي خان بالناس نماي خاك وكل قريداي كل بنا خو يا بجار خوش يعني يعني أف أم دخازن كو همو روشان بيري ما بيقنا في أصلا ليلى خالد رئاسة مشتركة لمنتدى حلب الثقافي دور المثقف في هذه المرحلة مهم جدا وخاصة ونحن نمر بحرب إبادة الوجود الكردي التي يشنها العدوان التركي بكل وحشية وهي مستغلة الفصائل الراديكالية المتشددة وذلك لضرب المشروع العيش المشترك وأخوة الشعوب ومن هنا يأتي دور المثقف لفضح هذه الانتهاكات والعمل على توحيد صف الكردي دعماً لنداء مؤتمر كردستان ودعم لمبادرة القائد المظلوم معدي بوحدة الصف الكردي وذلك لوحدة القرار والمصير أمام هذه الوحشية التي أمام هذه الوحشية التي تمارس على ثقافة الكرد لذلك علينا الالتفاف حول هذه المبادرة التي تعتبر تاريخية وتاريخية مهمة لإنجاح وحدة صف الكردي التي ستلعب دورا مهما في حل القضية الكردية وحل الأزمة السورية.